من جديد مرحبا بكل السادة المشاهدين أينما كنتم في الساعة الثانية من صباح الشروق، مجموعة من الفقرات في انتظاركم. يمكن حلقة الليلة حلقة مميزة شوية بتميز الضيوف بتميز الموضوعات اللي طرحت. يمكن تكلمنا حول مواضيع مهمة جدا، ونحن بنهتم جدا في صباح الشروق عبر المنتج أستاذ العشاي، بيهتم جدا بأنه البيئة والصحة والحياة الاجتماعية بتاعت الإنسان. نحن شاكرين ومقدرين للضيوف اللي كانوا معنا، لكن دائما بطابع الإنسان، الإنسان اللي بيكون عايش في الريف يعني ما زي الإنسان اللي عايش في المدينة، زي ما بيقولوا، خاصة الشعراء تكلموا عن النساء اللي بيعيشوا في الريف، والذاهبات إلى الحقول حواسرا يمشي العفاف وراءهن رقيبة. الريف والقرى دي يمكن إحساس مختلف، إحساس حلو جدا، واللي بيكون يتربى في الريف بيكون مختلف عن الإنسان اللي يتربى في المدينة لأسباب كثير ومسميات وحياة حلوة جدا. لين أنت والحياة تربيتي في الريف ولا في القرية ولا في المدينة؟ تقدر تقول ميكس كده ميكس. خليط. ممتاز. انا تربيت في جزيره توتي على العموم، لكن عندي تفاصيل عن القريه، تفاصيل عن الريف، عن جمال الريف وانسان الريف ممتاز والراحه النفسيه اللي ممكن تلقاها في الريف. وزي ما ذكرت يمكن شعراء كثير كتبوا وتغنوا للريف، ويمكن احد الاوبريتات اللي يمكن قدموها اهالي توتي يا سلام الاوبريت الغرويه، بالله هو قدمونا سوتي. ايوه، هو كان من الاوبريتات المشهوره جدا والجميله جدا، اللي هي مقارنه ما بين القرى، ما بين يعني المراه في القريه والمراه في العاصمه، صحيح. ففي فرق كبير جدا، لكن في الاخير من نتفق على انه القريه فيها راحه، فيها بتاخذك لمكان مختلف، تاخذك انك تقعد مع ذاتك مع نفسك، للحاجه اللي احنا محتاجين لها حاليا وموجوده في السودان. يعني الانسان ممكن بدل يسافر خارجا سافر داخليا، لكن لمكان بعيد، بعيدا عن العولمه والتكنولوجيا والحداثه تطور، لمكان أكثر هدوء، خضرة، جمال، نيل، وجه حسن، وغيرها من التفاصيل الجميلة. نعم، تفاصيل كثيرة جدا زي ما تطرقت لها، لأنه في مجموعة من الحياة اللي هي بتميز القرية وإنسان القرية عن إنسان الريف. ده ما قدحا في إنسان القرية، لكن هي كل زول بمميزاته بتفاصيله. نحن من خلال الموضوع ده نذهب طوالي إلى قرية الحوين بالدندر، نشوف إنسان ومكانه من ثم نعود. لكن تخيل لي، إحنا المفروض قبل ما نمشي للموضوع ده وعلى ذكر القرى، هنكون مباشرة في ولاية القضارف. برضو ما مشكلة، نحن نمشي القضارف ونشوف إنسان القضارف، بعدك نجي للقرية. مع الزميل محمد الفاتح عبر الهاتف. أهلا حبيب. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله رب العالمين، أهلا بكم. كيف حالنا في القضارف؟ القضارف ناس طيبين، الخريف مبشر الحمد لله رب العالمين، أمطار بمعدل يومي والحمد لله رب العالمين. نعم. الأمور تسير من حسن إلى أحسن. نعم، محمد الفاتح، دايرين نشوف الحركة الطبيعية الآن في ولاية القضارف، وخاصة إن إحنا قبل فترة طويلة من الزمن سمعنا إنه في تحركات غير يعني مسبوقة في الشرق، والقضارف كانت فيها مشاكل. دايرينك تطلعنا على الهواء مباشرة، كل الناس اللي بتتابع الآن والناس اللي من عشاق القضارف والناس من ناس القضارف اللي برا يقدروا يشوفوا الأمن في الولاية، يطمئنوا. نعم، من خلالك محمد الفاتح، تفضل. أولا التحية لكل أهل القضارف، سكان والمحتربين، والحمد لله رب العالمين. الناس تجاوبت الى حد كبير جدا الازمات اللي كانت في بدايه الموسم، ودي مساله بتحدث دائما في بدايه كل موسم زراعه، الاشتباكات على الشريط الحدودي. لكن الاراده السياسيه للقياده في البلدين كانت قادره على نزع قتيل التوتر وعادت الامور الى نصابها. المساحه المزروعه، وهذا ما يهم الان في هذه الفتره تحديدا، وهي الان هي دي المرحله الثانيه من الموسم الزراعي. القضارف في هذه الايام لا تتحدث الا زراعه. فهذه المرحله هي مرحله الكديم او مرحله النظافه. المرحله الاولى عدت بخير وبسلام، وهي مرحله التاسيس. تاسيس جيد جدا للمحصول. لا افات الا افه الهاموش التي ضربت مساحات واسعه جدا للمحصول السلسي. وده برضه بيقودنا لتوجيه نداء الى وقاية النباتات الاتحادية بإدراج هذه الآفة من الآفات القومية، لأنه مع ارتفاع المبيدات أصبحت صعب جدا على المزارع أنه يغطي، وطبعا مساحات كبيرة من 500 فدان ولأعلى، بأنه يغطيها بالمبيدات بتكلفة عالية. فهذا يتطلب تدخل وقاية النباتات الاتحادية لإدراج آفة الهاموش من الآفات القومية حتى يسهل مكافحتها، وحتى لا يتجه مزارع القضارف لبدائل غير محصول السيسمو، وهو بالتالي من المحاصيل النقدية التي تدر العملات الصعبة.
مرحلة الكبد بدأت الآن، والاعتماد أصبح كبير جدا على الميتنة الزراعية وعلى استخدام المبيدات، باعتبار أن العمالة مكلفة، والعمالة الآن مع الظروف الصحية الحاصلة أصبحت في ندرة، على خلفية أنه أغلب العمالة بتشتغل في الفقول في الجبارك هي عمالة بتجي من دولة أثيوبيا، والآن المعابر مغلقة بسبب جائحة كورونا، فالاعتماد كبير جدا على الميتنة الزراعية، ودي برضو مؤشر إيجابي لأنها بتختصر الزمن وبتقلل التكلفة وبتدي منتوج كبير جدا جدا بيظهر يعني بجلاء في دفتر الإنتاجية في خانة الإضافة. كذلك البضارف هنالك توسع في زراعة محاصيل الحبوب الزيتية، محاصيل زهرة الشمس، محاصيل البطل المطري، الجوار، على حساب محاصيل تقليدية على شاكلة الزرع. لكن أيضا هذا لا يمنعنا الإشارة إلى ارتفاع أسعار هذه المحاصيل، خاصة محصول الذرة وهو غالب غذاء السكان في السودان مش في الجبار بس، لكن في ارتفاع كبير جدا في أسعار هذا المحصول، وهذا يعني إن تم استغلاله في مسألة الصادر مع الطلب عالي فإن هذا يكون عائد أكبر على المزارع ويعوضه الكثير فيما يتعلق بمحصول السلسي وافة الحاموش. جميل. اليوم الجبارك تشهد إغلاق تام للسوق المركزي من الصباح وحتى منتصف النهار، تم إطلاق حملة نظافة وإصحاح للبيئة. جميل. على اعتبار أن فترة الخريف هذه والهطول المتوالي للأمطار يولد الناموس والبعوض، فالآن حملة نظافة تنتظم السوق العمومي بالجبارك، هنالك تفاعل كبير جدا من المواطنين، تفاعل من المنظمات، باعتبار انه هذا العمل يعود ايجابا خاصه المسائل الصحيه والاحترازات الكبيره جدا لدى المواطنين. الحكايه دي يعني ولدت ثقافه عاليه جدا فيما يتعلق بالاهتمام بالنظافه واصحاح البيئه. ايضا شجره الجبارك فيما يتعلق بالجانب الثقافي والشبابي نشاط كبير جدا في محور الشباب تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، شهد مهرجانات، شهد معارض للكتاب، شهد معارض للفنون، شهد ندوات ومحاضرات تثقيفية، فهذا كان نشاط كبير جدا وعمل منظور. هذه هي الجبارش الخريفية بجوها الجميل وبأمطار المتواصلة، و الحمد لله رب العالمين، يعني المزارع يتوقع في هذا الموسم انتاجيه عاليه ان شاء الله تعود خير ونفع على السودان عموما. نعم، احنا توقعنا ايضا من حديثك عن الزراعه وبقيه المناشط وتحديدا الزراعه انه باذن الله تعالى يعني الزراعه في الجدار في هذا العام الموسم بيبشر او يحمل بشريات بخير وفير وكثير للوطن الحبيب السودان. فيعني احنا شاكرين لك كثير جدا، يمكن هو كفى ووفى. وفى ايوه، عمل تطواف كامل للاوضاع في الولايه. نعم، شكرا لك زميلنا محمد الفاتح مراسل قناة الشروق بولاية الجدار، شكرا جزيلا. شكرا.